سجل بعد مضي 44 دقيقة، لمست الكرة قدم اللاعب يوشيدا، خدعت حارس المرمى الحارس طبعا الياباني الحارس كاواتشيما. الشوط الثاني ينطلق، اقول لحضراتكم التشكيل. المنتخب الاردني عامر شفيع في حراسة المرمى، سليمان السلمان 3 في اليمين، حاتم عقل 17، بشار بن ياسين 8، وباسم فتحي رقم 16. وفي وسط الملعب شادي ابو هشهش وبهاء عبد الرحمن، ويلعب في وسط الملعب عامر ديب وعدي الصيفي، حسن عبد الفتاح وعبد الله ديب. تشكيله المنتخب الياباني، كاواتشيما في حراسه المرمى، خط الظهر يوشيدي طبعا رقم 6، يوشيدا 6، كون 4، اللاعب 22 اللاعب مايا يوشيدا، وفي الطرف الشمال اللاعب ناجا تومو، ثم يلعب في وسط الملعب هاسيبي وطبعا رقم 17 قائد الفريق، وماتسوي 8 واندو 7، ثم كاجاوا 10 في الامام، وهوندا 18 واللاعب مايدا رقم 11. اقول لحضراتكم التبديل اللي تم في تشكيله المنتخب الياباني، نزول اللاعب تاداناري لي اعتقد مكان اللاعب مايدا اللي خرج رقم 11. ادي امامنا الكره على طول، وادي التقدم هنا، لكن يتدخل حاتم عقل. شوط اول قدم فيه المنتخب الاردني اداء دفاعي طوال ال 30 دقيقة الأولى، ثم بعد ذلك لاحت الفرصة الأولى للاعب حسن عبد الفتاح اللي أضعها في الدقيقة 30، ورأسية اللاعب المدافع باسم فتحي اللي يعني مرت إلى خارج الملعب. أدي أمامنا عدنان حمد، هادئ جدا وهدوءه يعني ناقل هذا الهدوء للاعبيه. نزول اللاعب تاداناري لي كبديل لاعب المنتخب الاولمبي الياباني، عناصر بقى اللاعبين الشبان اللي بيدفع بيهم المدرب الايطالي البرتو زاكيروني، دفع بيه اللاعب طبعا البديل رقم 19 اللاعب تاداناري لي، عنده 25 سنه، يلعب في نادي هيروشيما، لعب في نادي كاشيوا، ولعب ايضا في صفوف الفريق طبعا الياباني المعروف ايضا اف سي طوكيو. تابع المحاوله، ادي امامنا كره وتحرك المره دي، لكن كره تقطع على طول من جانب لاعبي المنتخب الياباني. ادي امامنا هنا ثقه المنتخب الاردني، لاعب سليمان السلمان يتقدم هنا في هذه الجبهه الى حسن عبد الفتاح، حسن عبد الفتاح يلعب كره عرضيه، وادي امامنا هنا اللاعب يوشيدا يغطي على طول، يلعب كره في اتجاه ماتسوي، استلام من ماتسوي لاعب فريق جرونابل بيلعب في الدوري الفرنسي، استلام على طول تحرك هنا من جانب اندو الى اللاعب كاجاوا، اضعوا عده فرص الشوط الاول، 5 تصديات ناجحه من عامر شفيع احد نجوم الشوط الاول، وكان هناك يعني المحاولتين واتحرك عليهم لحسن عبد الفتاح وباسم فتحي من المنتخب الاردني. عامر ديب هو بدات منه الهجمه اللي جه منها الهدف، عامر ديب اللي بدا يعني هجمه اتلعبت حلوه قوي الحقيقه لحسن عبد الفتاح اللي لم اندو وسدد واقتطمت في قدم مايا يوشيدا رقم 22. ادي امامنا الخطوره وضربه راسيه، ولكن امامنا عدي، امامنا صيفي، كره اولى امامنا، ادي امامنا اهو، يعني نتمنى استمرار الاداء، يعني البعض كان يتوقع الارتداد الدفاعي من جانب منتخب الاردن، لكن راسيه في الدقيقه الرابعه من الشوط الثاني امامنا اهو، ضربه راسيه حطها حلوه قوي عدي الصيفي امامنا، ولكن الى خارج الملعب. عدي الصيفي المحترف في قبرص امامنا يضيع فرصه لمنتخب الاردن بعد مرور 4 دقائق من الشوط الثاني. كاجاوا كره كانت مشتركه مع لاعب شادي ابو هشهش، ادي امامنا اندو، ادي الحصار الاردني، استقبال روح قتاليه عاليه جدا. عامر ديب يغير اللعب حلو قوي، عامر ديب يلعبها جميله، استلام هنا من عدي الصيفي، لكن مره ثانيه خلصها لاعب المنتخب الياباني. هنا امامنا بقى على منتخب اليابان اللي بيضغط في هذه اللحظات بقى، يعني ان يحاول ان لا يندفع هجوميا كثيرا، لان منتخب الاردن عنده خطوره، واتمنى بقى التوفيق لمنتخب الاردن بقى الكلام الجهه الاخرى، اتمنى التوفيق للاردن في النواحي الدفاعيه ويحققوا لنا هدف، يعني اطمئنان لو استطاعوا ان يفعلوا ذلك. الجماهير بتتزايد هنا في الملعب حقيقه، سمه رائعه في الملاعب القطريه في هذه البطوله، هو اللقاء الثالث في البطوله، جماهير غفيره هنا، جماهير اتت تساند، جماهير اتشجعت بعد هدف اللي سجل عن طريق حسن عبد الفتاح متقدم به منتخب الاردن بالهدف اللي جه في الدقيقه 44 بقدم حسن عبد الفتاح. ادي حسن عبد الفتاح لم حلو قوي، ثقه خلاص امامنا، لاعبي منتخب الاردن خدوا الثقه امامنا وبداوا يعني لا يخشوا المنتخب الياباني، لكن مع حذر، مع التزام، مع
انضباط هنا امامنا التسديده ولكن الى خارج الملعب. شوف امامنا بقى الصوره اتغيرت، الصوره اتغيرت. ادي امامنا عبد الله ديب، ادي عبد الله ديب سدد كوره في هذه اللقطه. شوف امامنا اللاعب مميز جدا عبد الله ديب، سجل في كاس العالم للشباب في اسبانيا في زامبيا. وادي امامنا حسن عبد الفتاح وكره من عبد الله ديب تسدد بعد راسيه اللاعب عدي الصيفي اللي كانت الى خارج الملعب. بطوله المنتخب الياباني، كاجاوا الخطير، كاجاوا كاجاوا يلعبها في اتجاه هوندا. منتخب اليابان بيسيطر ويصنع لكن ما عندوش المهاجم القادر يترجم. وبالفعل توقعت خروج اللاعب مايدا ونزول لاعب اخر، كنت اتوقع اللاعب طبعا البديل رقم 9 وهو المهاجم اوكازاكي، لكن هو دفع باللاعب تادا ناري طبعا للمهاجم الشاب تادا ناري عالم للشباب في 2007 كان سجل في مرمى تشيك. تادا ناري ليه اللاعبين اليابانيين حركوا منتخب شباب منتخب اولمبي يعني صعدوهم. هنا امامنا كره خطره جدا في العمق امامنا من كاوا طبعا كاجاوا في هذه اللقطه، وعلى طول كره تطول على هوندا. ادي عامر شفيع الشوط الثاني بيمضي. منتخب اليابان كل اللقاءات اللي لعبها في نهائيات امم اسيا منذ عام 88 ما خسرش ابدا في اللقاء الافتتاحي. طالب يخسر اسيويا على فكره 1-1 مع اليابان خروج رقم ترجيح يعني مش هزيمه لكن هي طبعا اقصاء رقم ترجيح. منتخب الياباني بقول لحضراتكم في كل البطولات اللي شارك فيها منذ عام 88 يعني يعرف التعادل والفوز، لم يعرف الهزيمه. عادل في 88 مع ايران و92 مع الامارات و2007 كان 1-1 مع قطر وثلاث مرات فوز 96 على سوريا 2-1 و2004 1 على السعوديه وفي 2004 فوز على عمان بهدف. يعني دايما منتخب اليابان في اللقاء الاول لم يخسر حتى الان، لكن حتى الان منتخب الاردن متقدم على منتخب اليابان بالهدف اللي سجله حسن عبد الفتاح. وادي امامنا عبد الله ديب مهاجم اللي بيعتمد عليه عدنان حمد في المقدمه. ترجع مره ثانيه لكونو. الوقت بيمضي حوالي 7 دقائق، دخلنا على الدقيقه الثامنه من عمر الشوط الثاني، ما زال تقدم المنتخب الاردني اللي بيستبسل الحقيقه وبيأدي في الشوط الثاني بقى مع اكتساب ثقه كبيره جدا. نتمنى ان الثقه تستمر والاداء يستمر والفوز يستمر امام هذا الهجوم الياباني المتوقع. استلام على طول ولمسه حلوه من المنتخب الياباني، كاجاوا خطير، كاجاوا يلعب كره عرضيه لكن امامنا هو البديل ليه، تعدي من ليه تصل الى هاسيبي، وهاسيبي في هذه اللقطه بذكاء ياخد فاول وياخد خطأ على اللاعب طبعا اللي دخل معاه بقوه في اللقطه الماضيه باسم فتحي. شوف امامنا عدي الصيفي، عفوا هنا عدي الصيفي كان بيأدي الدور حليق راس زيه زي باسم فتحي، جابها ليسرى في منتخب الاردن. ادي امامنا هنا شوف شوف امامنا شوف خبره اللاعب يعني هسيبي بيلعب في الدوري الالماني في فولفسبورج، عنده 38 لقاء دولي ومسجل هدف في التصفيات في مرمى هونج كونج. بلعبه حلوه قوي الكره الماضيه كجوه، لكن شوف حضراتكم مفيش راس حربه، مفيش حد هنا، لازم واحد على القائم الاول واحد على القائم البعيد. وحتى اللاعب تادا ناري لي البديل يعني ما كانش متواجد في هذه اللقطه وفي هذه الكره. الاردن امام اليابان في لقاء رد الاعتبار بعد الاقصاء والخروج في مشاركه الاردن الوحيده في عام 2004، يواجه طموح الفريق الياباني الذي لا يعرف الا البطولات في كاس اسيا منذ مشاركته في 88 هنا في الدوحه. واليوم المنتخب الياباني حتى الان متقدم عليه منتخب الاردن بالهدف اللي سجل عن طريق اللاعب حسن عبد الفتاح. شباية كان سجل في لقاء 1-1 في نهائيات 2004 في الصين. هنا امامنا كره ثابته لصالح المنتخب الياباني في منتهى الخطوره، الكرات الثابته بقى منتخب الياباني. شوف بقى رقابه اللاعب تادا ناري لي ومتقدم مايا يوشيدا اللي بيلعب في فيلو، اتضربت في قدمه الهدف الوحيد في اللقاء، الكره جت في قدم اللاعب المدافع المحترف في هولندا. يا سلام يا عامر، يا سلام يا عامر، يا سلام يا عامر، دايما عامر، عامر شفيع يتصدى لكره مسدده من جانب اللاعب المتالق دائما في الكره الثابته اللاعب هوندا يسدد وعامر شفيع يتالق. وهنا امامنا اللاعب كونو امامنا في هذه اللقطه، ادي امامنا اللاعب يوسيوكي كونو لاعب اف سي طوكيو. ادي امامنا كره هوندا، شوف هوندا ده لاعب مميز جدا بيلعب في نادي سيسكا موسكو، سجل في مرمى اشبيليا لما انتقل في 2009 من فريق فيلو وكان لعب في ناجويا. لكن عامر شفيع ما زال يعني يرتدي يعني القفاز والاجاده من جانب هذا الحارس في هذه المباراه حتى الان. عامر شفيع يذكر في ارض الملعب، وهنا امامنا كونو
في صراع في اللقطة الماضية اهو. شوف اللاعب كونو عامر شفيع كان معاه شادي ابو هشهش ويسقط عامر شفيع. شوف فدائية عامر شفيع وتركيزه ويعني الارتقاء والاصرار يلخص لنا الاداء الاردني حتى الان في هذه المباراة. اصرار وعزيمة وتنظيم وواقعية من عدنان حمد والكلام لن يتبدل يعني لو تغيرت الامور لقدر الله. ولكن حتى الان الاداء مميز من جانب المنتخب الاردني اللي الحقيقة لعب اول نصف ساعة بطريقة دفاعية وبانتشار دفاعي وبتركيز قوي في النواحي الدفاعية ثم بعد ذلك بقى القتل على الفريق الياباني وكاد ان يسجل حسن عبد الفتاح وكاد ان يسجل باسل فتحي ولكن عرفنا الفرحة وعرفنا البسمة من خلال هدف حسن عبد الفتاح. ادي امامنا الجماهير اليابانية الحقيقة منظمين جدا اليابانيين. تنظيم لدى اليابانيين التشجيع الحضور الياباني يعني هو سائح حتى يعد يعني من افضل السائحين. السائح الياباني يعرف كيف يستمتع ياتوا هنا الى الدوحه في هذه الاجواء وفي هذه يعني البطوله الكبيره كاس امم اسيا. هذه امامنا الكره تطلع الى خارج الملعب. ناجاتومو لاعب اللي كان يعني بادي بنشاط بيلعب في نادي تشيزينا بيلعب في ايطاليا في تشيزينا. امامنا اللاعب ناجاتومو فكرة اختاروا أرسن بينجر مدرب نادي الأرسنال ومحلل الجريدة الرياضية ضمن أحسن 11 لاعب في كأس العالم الأخيرة. لاعب عنده قدرة على التسجيل سجل في سوريا سجل في مرمى بلجيكا في مرمى هونج كونج. وادي أمامنا كرة ملعوبة لكن سهلة كرة عامر ديب في إيد حارس المرمى الحارس كاواتشيما حارس المرمى الياباني. هجمة للمنتخب الياباني. إندو إندو شوف أمامنا محاولات ذاكروني إن يضع إندو مع ماتسوي مع هوسيبي ثلاثي وسط الملعب في المنتخب الياباني تدي يكمل معهم اللعب. اندو ادي اندو اندو على طول الى اللعب هوندا هوندا الى اندو كاجاوا كاجاوا عايز يلعب الكرة اللي في العمق لكن عامر شفيع بثقة. ادي عامر شفيع الدقيقة 58 13 دقيقة من أحداث الشوط الثاني من هذه المباراة. الأردن واليابان ضمن المجموعة الثانية في اللقاء الهام للمنتخبات العربية بعد أن تعرض المنتخب القطري لخسارة أمام أوزبكستان وتعرض منتخب الكويت لخسارة أمام الصين. اليوم تحدي جديد للكرة الأردنية الفوز أو التعادل. أعتقد نتيجة إيجابية لكن حتى الآن الفوز مستمر للمنتخب. أدي أمامنا اللاعب أوكازاكي هيطلع اللاعب ماتسوي يطلع ماتسوي وينزل مكانه اللاعب أوكازاكي. ماتسوي لاعب فريق جرونابل وهينزل مكانه اللاعب أوكازاكي لاعب خطير أو اللاعب أوكازاكي اللي أمامنا 18 هدف في 35 لقاء سجل في مرمى الدنمارك وكان صاحب هدف الفوز في مرمى الأرجنتين في اللقاء الودي. 7 أهداف ليه في التصفيات وهو يلعب في صفوف فريق نادي تشيميزو لاعب البديل اللي نزل اللاعب أوكازاكي بديلا. إذا مهاجم آخر لزاكيروني سحب اللاعب ماتسوي طلع ماتسوي رقم 8 هنا أمامنا الخطأ لصالح المنتخب الياباني. خلي بالنا من الكرات الثابته لان هوندا بيلعب كرات ثابته بطريقه مميزه جدا رقم 18 واندو ايضا احسن لاعب في اسيا في 2009 ايضا بيلعب كرات ثابته بطريقه مميزه جدا في يعني مباريات المنتخب الياباني اللي تابعناها من قبل مع مشاهدينا مع متابعينا. التركيز على الاداء وليس النتائج. ذاكروني قال لك نلعب بطريقه جيده احضرت لاعبين صغار لو اردت الفوز لاحضرت الكبار ولكن امامنا النهارده المنتخب الاردني كبير بادائه حتى الان في هذه المباراه لانه متقدم على اليابان احد المرشحين بقوه قبل انطلاق البطوله بهدف حسن عبد الفتاح حتى الدقيقه 60 من عمر اللقاء دخلنا هو على الدقيقه 59 يعني اقتربنا عايز الوقت يمضي. انا قلت 60 هو الدقيقه 59 وادي قلنا التسديده ولكن الى خارج الملعب. كل كرات هوندا النهارده يعني ايه محتاجه عمره. كرات هوندا دي عايزه عمره يعني الكره تطلع الى خارج الملعب. ادي امامنا قدم هوندا اليسرى عايزه تتعمر بقى يروح هوندا يروح زي ما يحب يروح. امامنا هو ضيع اكتر من كره ثابته. شوف امامنا هوندا ادي اللاعب اللي عمره 24 سنه عنده 24 لقاء وجايب 6 اهداف جايب هدف في مرمى البحرين في التصفيات. عيلته عيله رياضيه يعني كان اللاعبين اللي شاركوا كاس العالم عمه بطل هانوي و ابن عمه مصارع اولمبي ومن اللاعبين المميزين في الكرات الثابته لكن حتى الان يعني الى خارج الملعب كل كرات هوندا.
رامي التماس ناجاتومو، ياتو ناجاتومو المحترف في تشيزينا الايطالي. ركوا 10 لاعبين محترفين، حاول ان يخلق ذاكروني يعني توليفه من فيها نوع من التوازن ما بين محترفين ولاعبين محليين، في حين حتى الان الاداء الاردني ما زال يعني الاداء اللي فيه نوع من الصمود والالتزام. بعد مرور امامنا هو 61 دقيقه، دخلنا على 61 والتقدم بهدف حسن عبد الفتاح. هنا خطوره اليابان في الكرات اللي في العمق، كاجاوا عايز بقى يلعبها يعني في المرمى، لكن يعني لا تدخل هذه الكرات في مرمى عامل شفيع. ادي حاتم عقل الدفاع الاردني، عقل المفكر، لعبها الى عامر ديب لكن الى خارج الملعب. شوف امامنا كره اللعب كاجاوا، لمح كده عامر شفيع متقدم، حب يلعبها له يعني سقطه، لكن على طول كره كان عايز يلعبها لوب اللاعب كاجاوا. ادي امامنا المحترف في بروسيا دورتموند ولاعب السابق في نادي سيريزو اوزاكا، لم يكن ضمن اختيارات اوكادا في كاس العالم في ظل وجود ياناموتو وناكامورا اصحاب الخبرات الكبيره، لكن هو متالق مع بروسيا دورتموند في الدوري الالماني. 3 اهداف سجلهم هذا اللاعب في الامارات وفنلندا وفي مرمى باراغواي. هنا بنتابع امامنا اللاعب البديل، اللاعب اوكازاكي ناجاتومو، واللاعب امامنا اللاعب تادا نيري لي البديل. تضيع الفرصه، تبديلين لزاكيروني، هجمات المنتخب الاردني المرتده. عدي الصيفي يبدا هجمه على طول، حسن عبد الفتاح، عامر ديب واخد مكان في الجانب اليمين، لكن على طول ضغط ياباني في منتصف الملعب وعلى طول يبداوا هجمه. هاسيبي خلصها حلو قوي، خلصها بهاء عبد الرحمن، بهاء عبد الرحمن الى اللاعب عبد الله ديب الى عدي صيفي، محطه هجوميه مهمه قوي. عدي الصيفي يحاول يرجع على طول الى بهاء عبد الرحمن، ابتدي يتقدم هنا اللاعب امامنا اللي في اليمين سليمان السلمان، لكن على طول يبدا هجمه بالشمال. ادي امامنا باسم فتحي، يلعب باسم فتحي. المنتخب الاردني لما بيلعب الهجمه المرتده بسرعه هدد مرمى المنتخب الياباني واستغل المساحات، لان بيندفع اندو هجوميا، يندفع هاسيبي، وكان بيدفع ماتسوي اللي خرج ونزل مكانه اللاعب اوكازاكي. يلعب باثنين مهاجمين، اوكازاكي واللاعب تادا نيري لي، وادي امامنا اللاعب كاجاوا يحطها الى اوكازاكي تدي رقابه هنا من اللاعب سليمان السلمان، يعدي اوكازاكي. خطره جدا، كره الى اللاعب ماكيتو هاسيبي لاعب فولفسبورج، فرصه هدف. شوف الكره ملعوبه ازاي، ادي عندنا زاكروني يخلق بقى الكثافه الهجوميه اللي كانت غايبه، وادي الدور الهجومي من لاعب الوسط المتقدم امامنا دون رقابه، وتسديده بالقدم اليمنى من هاسيبي وتمر الكره، لكن هجمه يابانيه منظمه جدا. شفنا الهجمة اليابانية المنظمة، الشوط الأول عملوا هجمة حلوة قوي كان أضاعها كاجاوا وأنقذها عامر شفيع، وأدي هجمة منظمة أخرى فيها يعني فكر وفيها تنفيذ. أدي أمامنا إندو واخد مساحة، أوكازاكي أمامنا أهو اللاعب اللي دخل بديل، استلم حلو قوي أوكازاكي، يعدي أوكازاكي، ابتدي معاه ضغط من جانب اللاعب سليمان السلمان ظهير الأيمن لاعب فريق نادي الرمفا. هنا أمامنا كورة على طول إلى اللاعب ناجاتومو هاسيبي صاحب الفرصة الكبيرة قوي في الدقيقة 63 اللي طلعت إلى جوار القائم الأيسر، تعود إلى المنتخب الياباني اللي بدأ يسيطر، بدأ يزيد من قدراته الهجومية. اللاعب اتسوتو أوشيدا ترجع على طول وسط الملعب، كاجاوا مع نزول اوكازاكي هو اللي رجع في وسط الملعب عشان يبقى صانع العاب مع اللاعب إندو. وادي أمامنا كرة عالية، لكن على طول قبل لي طلع حاتم عقل، لمسة من حسن عبد الفتاح، عدي صيفي عامل محطة هجومية مهمة قوي. عدي صيفي، عامر ديب واضح تعليمات المدرب عدنان حمد. ادي عامر ديب، ادي الديب، عدي يا ديب، عدي يا عامر امامنا في هذه اللقطة. انتظر عبد الله ديب، لكن مرة ثانية يرجع بالكرة، اتأخر ترجع ليه عبد الله ديب الى عامر ديب. ادي امامنا عنصر الخبرة من عامر ديب والشباب من عبد الله ديب امامنا، وادي امامنا عامر ديب مرة ثانية خلصها الى عبد الله ديب راحة حلوة قوي لشادي ابو هشهش، يرجع مرة ثانية ابو هشهش الى اللاعب باسم فتحي. ادي امامنا السيطرة الاردنية وبناء الهجمات الاردني في محاولة الوصول الى مرمى المنتخب الياباني بهدف ثاني، وحتى الان التقدم بالهدف اللي سجله حسن عبد الفتاح في الدقيقة 44 من الشوط الاول بعد ما سدد كرة بيسرى كان فيها مهارة عالية قوي، لما اندو بمهارة وسدد بيسرى، ويعني كان فيها نوع من المكافأة على المهارة العالية اللي عملها في المراوغة، ارتسمت في قدم المدافع مايا يوشيدا وتحولت في مرمى الحارس كاواتشيما. مره ثانيه الكره تعود للمنتخب الاردني، ادي عبد الله ديب 10 اهداف في 37 لقاء بعد تالقه في كاس العالم للشباب،
يعني انضم لمنتخب الأردن بقى في تصفيات كأس العالم 2010. وادي أمامنا عدنان حمد، ادي عدنان حمد بطل شباب آسيا قلت حضراتكم مع العراق، بطل غرب آسيا أيضا مع العراق 2002 ربع نهائي كأس أمم آسيا مع العراق في عام 2004، وكان أيضا بقى يعني في الأولمبياد 2004 مركز رابع. أدي أمامنا انطلاقة على طول نتابع المحاولة، محاولة هنا من جانب اللاعب الياباني إندو هاسيبي كابتن الفريق، أضع فرصة كبيرة أو استلام من جانب اللاعب هوندا، خطير هوندا، لا تترك له مساحات هوندا، لكن هو بالقدم اليسرى بيبقى أقوى وتأتي على قدم اليمنى تطلع إلى خارج الملعب. منتخب اليابان يسعى للتعادل، أفرط لاعبي اليابان في الثقة، أفرطوا في يعني إحساسهم بأن المباراة ممكن يسجلوا في أي لحظة، كانوا يتبادلوا الكرات بسهولة ويسقط الأول، وكان هناك إضاعة لفرص وتألق من عامر شفيع، والوقت أمامنا بيمضي والضغط الأردني باستبسال، وادي أمامنا الصراع والسقوط في نوع من الادعاء والتمثيل، لكن استمرار اللعب والكرة لصالح منتخب الأردن تصل إلى اللاعب أمامنا هو حاتم عقل، وبعقل قوي حاتم عقل ده عامل مباراة كبيرة قوي. حاتم عقل راى ان ما عندوش حد عامل زياده، ادي امامنا الاعاده، شوف كره اللاعب كجاوة، شوف الصراع والاصرار والقوه من بشار بني ياسين، وادي امامنا هنا بشار بني ياسين يسند كده في اللقطه الماضيه، ادي الكره الخطيره من اللاعب اوكازاكي والتسديد التسيبي، فرصه كبيره جدا 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 للفريق الياباني، عملت حلوه قوي الحقيقه من اوكازاكي البديل، ويضيع قائد الفريق هاسيبي هذه الفرصه لانه لا يملك الا هدف وحيد سجله في 37 لقاء. ادي امامنا هنا المذيع الداخلي بيعلن 6255 متفرج يتابعوا اللقاء حتى هذه اللحظه. ادي امامنا هنا حكم اللقاء عبد الملك بشير يدي خطا، ادي امامنا الاعاده يطلع بيها هوندا الى خارج الملعب، ادي كاجاوا لاعب تشينجي كاجاوا بروسيا دورتموند حتى الان يعني جري في المباراه 7 كيلو و700 متر، لاعب بيملك اداء مميز جدا الحقيقه. وهنا امامنا عدى بمهاره حلوه قوي، يا سلام يا بهاء عبد الرحمن، هنا لاعب الفيصلي عملها حلوه، لكن الحلو ما يكملش لان تمريرته الى خارج الملعب، هو فرح فرح باللمه الحلوه اللي عملها كاس العالم الشباب في كندا، لكن ما يلحقهاش عامر ديب، كان اعير بهاء عبد الرحمن على فكره الملقب بالمدمر، المدمر هنا بهاء عبد الرحمن لاعب اعير الى اهلي جده السعودي 5 شهور في 2009. كرة تعود امامنا الى اللاعب يوشيدا، استلام حلو قوي اوكازاكي اللي عامل نشاط كبير قوي اوكازاكي، ادي اوكازاكي رقم 9 يرجع اوكازاكي للخلف، لكن في خطا، في خطا وفقا لحكم اللقاء عبد الملك بشير. شوف الاعاده، شوف يعني راجل حقيقه سليمان السلمان بيلعب فدائيه ورجوله، التمريره خطر جدا اوكازاكي، خلي بالك اوكازاكي خطير، اوكازاكي اوكازاكي خطير في هذه اللقطه، يضيع فرصه كبيره جدا للمنتخب الياباني اللي بيقترب من التعادل ما لم يتدارك منتخب الاردن الامر. شوف اوكازاكي عامل زياده عدديه وتبديل هجومي من جانب ذاكروني، دفع باللاعب تادا نيري لمكان اللاعب اللي خرج وهو المهاجم مايدا، لكن طلع ماتسوي لاعب الوسط ودفع باللاعب اوكازاكي، يعني لابد ان يكون هناك لاعب مكلف بعمل زياده عدديه، لازم هنا نشوف بقى هل بهاء عبد الرحمن ولا شادي ابو هشهش هو اللي يرجع مع اللاعب اوكازاكي او عامر ديب، لان بدا يعني يبقى في خطوره من الجبهه اليسرى لمنتخب اليابان، ولا بد ان يكون هناك دور اكبر من عامر ديب في اداء الدور الدفاعي. تمريره الى اوكازاكي الخطير، لسه نضيع فرصه منذ لحظات اوكازاكي، لكن يروح في العمق، يروح في عمق يعني سليمان السلمان، والكره مقطوعه خطره جدا ناجا تومو، خطوره اليابان في هذه الكرات، وعامر شفيع يطلع وامامنا على طول شادي ابو هشهش، لا الاداء الاردني لازم يعني يكون بنفس مستوى الاداء اللي بداوا بيه الشوط الثاني من اللقاء واللي انهوا بيه الشوط الاول. هنا عدي صيفي، عدي عدي صيفي ورقه هجوميه مهمة جدا، وعدى وخد ثقة ويمر وياخد خطأ بقى يعني بذكاء كده عشان يريح زملائه، لأن مضغوطين جدا منتخب الأردن في هذه اللحظة. ده ذكاء عدي الصيفي، ذكي جدا. أدي عدي، شوف أمامنا الكرة الماضية، ويطلع عامر شفيع، كرة يحاول عليها اللي دخل بديل اللاعب ليه رقم 19. أدي أمامنا هنا طبعا اختطام غير مقصود،
حماس كبير قوي من لاعبي المنتخب الأردني اللي بيحاول في هذه المباراة أن يكون يعني صاحب نتيجة إيجابية. حتى الآن نتيجة يعني نقدر نقول يعني إيجابية جدا، قلنا التعادل إيجابي، الفوز إيجابي جدا، لأن بداية قوية في مجموعة صعبة، مجموعة فيها السعودية يعني أحد الفرق المرشحة بقوة طبعا لهذه البطولة المنتخب السعودي، وأيضا فيها المنتخب السوري بجماهيره المتحمسة جدا الموجودة واللي بتساند زي أيضا الجماهير السعودية والنهاردة جماهير الأردن، ونشوف جماهير البحرين وجماهير العراق وجماهير لا شك أيضا الإمارات، كل هذه الجماهير الموجودة زي ما شفنا الجماهير القطرية في اللقاء الأول، والجماهير اللي توافدت بأعداد كبيرة الحقيقة بالكويت بالأمس. أدي أمامنا هنا الاستلام على طول من جانب اللاعب الياباني، لاعب الوسط هاسيبي أضع فرصة كبيرة أو انطلاقة خطيرة، منتخب الياباني محاولة من جانب اللاعب إتسوتو أوشيدا، ولكن تطلع الكرة إلى خارج الملعب إلى ركلة ركنية لصالح الفريق الياباني. هناك تبديل في هذه اللحظات، منتخب الأردن هينزل أحمد عبد الحليم لاعب الوحدات، هادي امامنا هيطلع رقم 14 عبد الله ديب، وينزل احمد عبد الحليم، ينزل احمد عبد الحليم شقيقه طبعا الاكبر محمد عبد الحليم لاعب البقعه مش في قائمه المنتخب، ادي احمد عبد الحليم اهو، هيطلع عبد الله ديب وينزل احمد عبد الحليم، 9 اهداف دوليه في 37 لقاء، عمل الحقيقه مباراه كبيره لعب عبد الله ديب، ينزل احمد عبد الحليم تبديل اول لعدنان حمد، هنا امامنا كرات الراسيه الخطيره، نزول اللاعب احمد عبد الحليم رقم 21 التبديل اللي اجراه عدنان حمد، عايز ينشط هجومه عشان يقلل الضغط، هنا امامنا استلام من هوندا، هوندا الفريق الياباني بدون راس حربه رغم نزول اوكازاكي ورغم وجود اللاعب تدنيري ليه، وخطره جدا يلقطها يعني ياخدها بقدمه اللاعب حاتم عقل، وادي امامنا اللاعب كاجاوا واستبسال، لكن ايه حاتم عقل ايه التقطها يعني مش خد الكوره، ده ايه الراجل انقض عليها وشالها، كوره خطره جدا لمنتخب اليابان اللي بقول لحضراتكم يعني على بعد ايه 4-5 ياردات يشيل حاتم عقل بمزدوجة خلفية طلع لها منين الله أعلم، أنقذها ببراعة كبيرة جدا ويعني بمهارة يحسد عليها، ضغط ياباني ارتداد أردني، لكن هجمات الأردن المرتدة السريعة لم نراها شوط تاني إلا في البداية عن طريق عدي الصيفي بضربة رأسية كان ممكن يسجل، وكرة أيضا من عبد الله ديب، هنا أمامنا اللاعب ناجا تومو الخطير جانب الشمال، ناجا تومو سليمان السلمان، الأردن ما زالت متقدمة، وادي أمامنا سليمان السلمان بمندفع باندفاع بدني قوة في أدائه، لكن الصراع في كل الكرات العالية لصالح منتخب الأردن، حسن عبد الفتاح ادي المهارة عد حلوة قوي حسن عبد الفتاح، واخد واحدة تانية جميل جميل الحقيقة في هذه اللقطة، لكن حكم اللقاء يشيل باستمرار اللعبة ما احتسبش خطأ، حسن عبد الفتاح لازم نلعب على الصفارة، لازم استمرار الأداء الرجولي من جانب منتخب الأردن، استلام من هاسيبي منتخب اليابان في هذه اللحظات، هو الوقت بيمضي 73 دقيقة 17 دقيقة متبقية، اليابان في ضغط متواصل بحث عن التعادل، هنا أمامنا الصراع مع دفاع المنتخب الأردني ووسط ملعبه، ادي أوكازاكي رأسية يطلعها حاتم عقل أحد أبرز نجوم الشوط الثاني، حاتم عقل الشوط الأول اول عامل شفيع، الشوط الثاني حاتم عقل عامل مباراه كبيره قوي، وادي امامنا يطلع على طول باسم فتحي الى خارج الملعب، كرات المنتخب الياباني ما فيهاش نوع من المباغته ولا نوع يعني من التنويع، منتخب الاردن اريها بشكل كويس باستثناء يعني بعض الكرات يمكن ابرزها كره اللعب هاسيبي الخطيره اللي مرت الى خارج الملعب، ادي امامنا التمريرات العمق صعب الاختراق، ممنوع الاقتراب والتصوير والاختراق، عنوان وضعه النهارده منتخب النشامه منتخب الاردن في شوط المباراه الاول والشوط الثاني، وهنا امامنا اللاعب عدي صيفي عامل مباراه مميزه جدا، عدي صيفي ادي امامنا عدي، لكن يطلع بكره خارج هو النفس هو الرئه اللي عند المنتخب الاردني اللي بياخده من خلالها يعني ال 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 نوع من الراحة كده، يعمل لهم نوع من الهدنة في ظل السيطرة من جانب الفريق الياباني أمامنا وأحفاد الساموراي أمام منتخب الأردن، حتى الآن التقدم للأردن ما زالت المحاولات، أوكازاكي يرجع على طول إلى إندو، إندو يفتح اللعبة في اليمين، كل منتخب الأردن بيعودوا لأداء الدور الدفاعي، يبقى فقط في الأمام اللاعب عدي صيفي هو المتقدم بعد نزول أحمد عبد الحليم اللي رجع بقى في وسط الملعب، عامر ديب ابتدي ادي دور الدفاع يضغط على اللاعب ناجا تومو، يعني زاكي روني يقول للعيبه انقلوا كره اسرع، لعيبه اليابان ادي زاكي روني مدرب الفريق الياباني الجديد، كان هناك فالكاو، كان هناك تروسيف 98، كان هناك زيكو في 2002، اوسيم صربي في 2006، واوكادا
وقدوم بقى زاكيروني مدربا للمنتخب الياباني وعمل نتائج ممتازة الحقيقة. زاكيروني مع اليابان فوز على باراجواي على غواتيمالا على الأرجنتين تعادل مع كوريا. أدي أمامنا الصراع شوف أمامنا شوف شوف البراع شوف البراع شوف أمامنا الـ يعني الكرة اللي ده أحمد عبد الحليم اللي أنا قلت حاتم عقل ده أحمد عبد الحليم هو لاعب مهاجم عملها زي المهاجمين يعني لأن فيها حرفنة فيها نوع من المهارة. أدي أمامنا بقى حاتم عقل بيضيع وقت أدي حاتم عقل أمامنا هو تمريراته 25 تمريرة نسبة 68% 32 سنة بيلعب في الرائد لكن اللاعب اللي أبعد الكرة الخطيرة ده كان أحمد عبد الحليم رقم 21. هذه أمامنا ما زالت المباراة طبعا مع مرور الوقت تفوق من المنتخب الأردني بهدف. وتحدث عدنان حامد قبل البطولة عن مباراة صعبة أمام اليابان المرشحة والقوية وتحدث عن الجاهزية نفسيا ومعنويا وقال طموح لا محدود ويعني هذا الطموح هيكون بقى متطور مع قوة المنافس وحجم المنافسة. وتحدث عدنان حامد حول يعني المجموعة القوية جدا وقال المنافسة ستكون لآخر لحظة فإن كان هناك تصريح توقف أمامه وصرنا يتحدث في اللقاء اعتمد على الروح الجماعية عامل طبعا مهم جدا الإصرار والرغبة. ذكروني الذي تحدث عن هدفه وهو تأهل لكأس العالم 2014 في البرازيل وتطوير أداء هؤلاء اللاعبين. هذه جماهير الأردنية بتحضر هذا اللقاء اللي بتتابع الأداء. هذه أمامنا المنتخب الياباني 85 كيلو قطعوا الفريق الياباني في هذه المباراة. منتخب الأردن مجموع المساحات والعدو والجري في الملعب حوالي 86 كيلو متر للمنتخب الأردني المتقدم حتى الآن. منتخب اليابان يضغط على منتخب الأردن ويحاول أن يصل إلى التعادل ويجد صعوبة كبيرة. أدي أوكازاكي لكن شوف أمامنا هو سليمان السلمان فدائية لكن محتاج الفدائية دي يكون فيها نوع من التركيز. ما زال حاتم عقل بيعالج خارج الملعب عنصر خبرة وعنصر مهم جدا وأصيب في كرة مشتركة. ما زال منتخب الأردن بعشر لاعبين حاتم عقل ما زال ملقى أمامي على الأرض بيعالج في أرضية الملعب استلام على طول هنا من جانب هوندا إلى هسيبي منتخب اليابان يحاول استغلال النقص العددي ناجا تومو يلعب كرة خطيرة لكن أمامنا الدفاع يستبسل تصل على طول إلى عامر ديب سليمان السلمان طلع كرة إلى خارج الملعب. منتخب الأردن هل يصمد لهذا الضغط وإن كان ضغط المنتخب الياباني؟ أدي حاتم عقل هو أمامنا بيعالج 32 سنة 70 لقاء دولي 7 أهداف لاعب في النادي الرائد السعودي حاليا ولاعب سابق في نادي الفيصلي استلام في وسط الملعب. ما زال حاتم عقل بيعالج لم يفكر عدنان حمد في التبديل لأن يعني له دور مهم قوي ورجع شادي أبو هشهش هو اللي بيلعب قلب دفاع. وأدي أمامنا هنا يغطي حسن عبد الفتاح وتطلع ركلة ركنية ركلة ركنية خطرة جدا. ما زال يعني حاتم عقل بيعالج في أرضية الملعب خارج طبعا المستطيل الأخضر. أدي أمامنا عامر شفيع من نجوم اللقاء. عامر شوط المباراة الأول تألق عامر شفيع الشوط الثاني منتخب اليابان أضاع هوندا وهسيبي وأضاع يعني هسيبي فرصة كبيرة قوي كانت لإحراز التعادل. ما زال الصمود حتى الآن من جانب منتخب الأردن أمام الضغط ياباني لكن يعيب المنتخب الياباني عدم وجود اللاعب الهداف والقناص. ادي الكره على طول ناجا تومو الى هوندا خطير هوندا يجيد التسديد يعد المره دي على يمينه خطر الكره اللي امامنا وتعدي الكره ولكن يلتقطها كره بتعدي ما بين قدمي شادي ابو هشهش ولكن عامر شفيع يعني انقذ كره صعبه جدا. شوف الاعاده شوف هوندا باليمنى المره دي جبناه وتعدي وعامر شفيع على مرتين لكن يمسك المهم تبديل هيتم في هذه اللحظات. المنتخب الأردني هينزل أمامنا اللاعب أمامنا هو محمد الدميري مكان اللاعب اللي طبعا خرج اللاعب حاتم عقل. إذن تبديل تاني للمنتخب الأردني حاتم عقل خرج للإصابة ونزل مكانه اللاعب طبعا محمد الدميري وهيبقى بشار بني ياسين كابتن. أدي أمامنا محمد الدميري بيلعب في فريق الوحدات رقم 5 هيلعب في الشمال
ودخل باسم فتحي قلب دفاع بجوار بشار بن ياسين تعديل عمله على طول خلاص، حتى مع عقل مش هيقدر يكمل. ومنتخب الاردن اجرى تبديله الثاني، وادي التسديدات على المرمى 9-6، لكن هدف حسن عبد الفتاح هو الفيصل حتى الان في هذه المباراه، هو هدف اللقاء، هو هدف الثلاث نقاط في هذه المجموعه القويه اللي بتضم السعوديه واليابان وسوريا والاردن، ويتبع هذه المباراه مباشره ان شاء الله في الساعه 7:15 بتوقيت العاصمه القطريه الدوحه من توقيت مكه المكرمه مباراه السعوديه وسوريا. هنا امامنا استرسال واداء يتواصل، وادي امامنا الديميري نازل مركز، محمد الديميري نازل مركز مع نزوله، هذه الهجمه المرتده السريعه، يلا عدي الصيفي، عدي امامنا واحمد عبد الحليم، الهجوم لمنتخب الاردن، احمد عبد الحليم بعد خروج عبد الله ديب، هنا احمد عبد الحليم يحاول المرور، ادي احمد عبد الحليم لكن مقطوعه الكره من احمد عبد الحليم، ويطلع بها اللاعب يوشيدا الى خارج الملعب. ادي امامنا هنا قله الخبره لدى بعض اللاعبين اليابانيين اللي بيشاركوا النهارده، يعني يمكن بعضهم لاول مره دوليا. هذه الاعاده تطلع الى خارج الملعب، رمية تماس تلعب على طول، محاولة مرور في إعاقة لكن ليس هناك فخارة، وبالتالي يعني يبتدي كده الأداء الياباني بقى يبقى فيه نوع من العشوائية، يلعبوا كرات عالية. أدي أمامنا الفدائي جدا سليمان السلمان، لاعب الرمطة، لاعب فدائي جدا يعني يعوض جوانب لديه في كرة القدم بالأداء الفدائي الرجولي، كان داخل معاه أوكازاكي. ادي اوكازاكي، شوف حضراتكم فدائيه كبيره جدا من جانب سليمان السلمان، حد الرمطه ثم الرمطه بعد ذلك. ادي امامنا، شوف شوف الرجوله وشوف الاداء، هو اداؤه كرافين مع المنتخب الاردني حتى الان، التحدي والاصرار عنوان لاداء المنتخب الاردني النهارده، رغم كل الترشيحات قبل المباراه كانت لصالح المنتخب الياباني بما يملك من تاريخ، من نجوم، من محترفين، من مهارات، من فنيات، من دوري محترفين انطلق في بدايه التسعينات، من يعني اسماء، ولكن يعني كره القدم بالعطاء، كره القدم بالعطاء. ومنتخب الاردن حقيقه يعني ادى اداء قوي في هذه المباراه، تعامل مع اللقاء بقراءه ممتازه الحقيقه من عبد الحمد للمنتخب الياباني. اللقاء القادم لمنتخب الاردن في استاد احمد بن علي امام المنتخب السعودي يوم 13 يوم الخميس القادم ان شاء الله، وبعد كده يلعبوا منتخب الاردن مع المنتخب السوري يوم 17 هنا في هذا الملعب. المنتخب الياباني هيلعب اللقاء القادم في هذا الملعب استاد حسين بن حمد بنادي قطر امام سوريا يوم 13، ويوم 17 منتخب اليابان هيختتم مبارياته امام المنتخب السعودي. تحدث ذاكروني عن المباراه وعن حظوظ اليابان، قال لك يهمني الفوز في اول لقائين، يهمني الفوز اليوم على الاردن والفوز بعد ذلك على سوريا، ولكن عدنان حمد يعني اوقف في ما يفكر فيه امامنا هو البرتو ذاكروني الايطالي صاحب 57 عام. أمامنا اللاعب طبعا سليمان السلمان يعود إلى أرض الملعب، أمامنا هو رقم 3 اللي دخل في أرض الملعب بعد أن تلقى العلاج. نذكر بأن منتخب الأردن أجرى تبديلين، نزول محمد الدميري مكان حاتم عقل منذ لحظات اللي أصيب حاتم عقل في الدقيقة 77، خرج ونزل مكانه الدميري، وكان حدث تبديل بخروج عبد الله ديب ونزول أحمد عبد الحليم، وتحول عدي صيفي إلى مركز رأس الحرب. حسن عبد الفتاح ترجع على طول للخلف، محمد الدميري كان ممكن قوي يبدأ في التشكيل كلاعب أساسي، لكن شفاء بشار بن ياسين جعل يعني المدرب يختار إن يلعب باسم فتحي في الجانب الشمال، ولكن باسم فتحي دخل في القلب بعد خروج حاتم عقل، والديبيري اصبح ظهير ايسر، وعدي الصيفي مع خروج عبد الله الدين بقى راس حربه، ويرجع امامنا عدي الصيفي، ملعوبه خطره جدا اللاعب اوكازاكي، لكن رايه وتسلل على اللاعب اوكازاكي، حتى لو سجل اوكازاكي هناك رايه وتسلل. ادي امامنا اوكازاكي اللي كان في وضعيه تسلل ورايه من المساعد الثاني حاج مايدن، رفع الرايه وراسيه الى خارج الملعب. منتخب اليابان بمرور الوقت يفقد التركيز، يفقد الثقه، يضيع الفرص تباعا مع اداء من جانب المنتخب الاردني للحقيقه حتى الان نقدر نقول يعني يحقق انجاز تاريخي، انجاز كبير، لكن دعونا
يعني مع الوقت المتبقي الخمس دقائق ونصف المتبقية اللي تحتاج يعني جهد كبير. وادي أمامنا محمد الدبيري يقطع إندو هسيبي، ضيع فرصة كبيرة هسيبي الحقيقة اللي طلع إلى خارج الملعب. حتى الآن هوندا لم ينجح في ترجمة الكرات الثابتة اللي أتيحت لي اللاعب كاجاوا اللي انتظرنا منه أداء أفضل محترف في ألمانيا بروسيا دورتموند. حضرتك أسماء تعمل رهبة، لكن الخوف شيء والتعامل بواقعية والتعامل مع المباراة من جانب المنتخب الأردني الحقيقة بهدوء عدنان حمد، هدوء يحسد عليه مع ثقة أعطاها للاعبين مع قراءة لأداء المنتخب الياباني مع توفيق أيضا في هدف اللقاء اللي سجل من حسن عبد الفتاح وارتطمت في قدم المدافع مايا يوشيدا عشان تسكن شباك الحارس كاواشيما في نهاية الشوط الأول في الدقيقة 44. هي نتيجة اللقاء حتى الآن. تعود إلى الحارس كاواشيما، كاواشيما بداية هجمة على طول للاعب كونو، لاعب وشيدا يبدو مصاب جاي يتلقى علاج هنا على خط الملعب وبيلعب في الجانب اليمين جه ناحية الشمال. ادي امامنا نتابع المحاولة الفريق الياباني، هسيبي هسيبي الى اندو احسن لاعب في اسيا 2009، تمريرة الى اللاعب اوكازاكي، اوكازاكي يرجع على طول اوكازاكي في شراية في الكرة اللي كان ممكن يعني يكون فيها شك ناجا تومو. وشيدا اللي كان بيعالج يكمل بقى الهجمه في نفس الجهه. ادي امامنا اللاعب ناجا تومو ركنيه. المنتخب الاردني فرض اسلوب لعبه على المنتخب الياباني، خلى منتخب اليابان يلعب بهذا الاسلوب، صعب الاختراق صعب الوصول الى المرمى، اليابانيين بيعتمدوا على الاختراق اللي بالعمق، قفلوا العمق بشكل جيد جدا، اجبروهم يلعبوا كرات عاليه وما عندهمش راس الحربه، وبالتالي الفرص يعني والكرات العرضيه لم تستغل واستمر الاداء الاردني على نفس وتيرته في الشوط الاول، لكن قلت الهجمات خطره جدا الراسيه ولكن تطلع الى خارج الملعب الى ركله ركنيه مديها المساعد لصالح مايا. امامنا هو يوشيدا لاعب فريق فيلو الهولندي، ركنيات بتتعدد لصالح المنتخب الياباني ليبحث عن التعادل في وقت متبقي حوالي يعني 3 دقائق و15 ثانية. تتطلب كل الحذر والحيطة، عامر شفيع لم يخطئ إلا في هذه الكرة طوال الوقت اللي مضى من المباراة، لكن الدفاع بقى يأدي دوره ويغطي على خطأ عامر شفيع في إبعاد الكرة الماضية، لم يستغل منتخب اليابان هذه الفرص. منتخب اليابان يلعب بدون رأس حربة رغم نزول اللاعب لي، لم نشعر بتغيير في الأداء الهجومي لأن اعتمادهم على الكرات اللي من خارج منطقة الجزاء. ذاكروني بعض بيعتب عليه الأداء الدفاعي، حلول الهجومية مش موجودة عنده رغم مدرب اودينيزي ومدرب الميلان ومدرب الانتر ومدرب لاتسيو ومدرب تورينو ومدرب يوفنتوس، يعني صاحب يعني سي في يعني وسيرة ذاتية مميزة في عالم التدريب. مدرب وسط الملعب الياباني، ادي امامنا اللاعب لي، لاعب البديل لي اللي دخل بديلا يحاول لكن الكثافه الدفاعيه والاستبسال. وادي امامنا اللاعب سلمان، يعني النهارده عامل مباراه كبيره، سليمان السلمان عامل مباراه كبيره جدا في هذه اللحظات. طبعا امامنا هو الاجاده، شوف مع كل كوره مع لي يضغط مع يعني تغطيه ايضا من شادي ابو هشهش لاعب نادي التعاون السعودي. منتخب الأردن لم يخشى الأسماء اليابانية، لم يخشى تاريخ اليابان لأنه بيملك لاعبين يعني بواسل أمثال هذا اللاعب عدي الصيفي صاحب المجهود الوافر، وإن كان حسن عبد الفتاح هو صاحب هدف اللقاء، لكن الجميع بيؤدي والجميع يملك الإصرار ويعني يواصلوا أدائهم المميز أمام المنتخب الياباني اللي في طريقه لخسارة هي الأولى له في لقاءاته الافتتاحية طوال مشاركته السبعة بهذه المشاركة في كأس آسيا. لم يخسر المنتخب الياباني من قبل في أي لقاء افتتاح. الدور الأول خرج في 88 تعادل سلبي مع إيران وخسارة من كوريا وخسارة من الإمارات وخسارة من قطر وقتها 0-3. هذه أمامنا هنا الصراع ويطلع بالكرة إلى خارج الملعب لاعب كونو طالب باحتساب ركلة ركنية، لكن الأمور تستمر. وهذه أمامنا هنا نتابع الوقت المحتسب بدل الضائع في هذه المباراة، نلعب في الدقيقة 90 خلاص، نبدأ في الدقيقة 90 بقينا دقيقة على نهاية الوقت الأصلي للمباراة، والتقدم حتى الآن لصالح منتخب الأردن. حسن عبد الفتاح نفس التوقيت هدف حسن عبد الفتاح، لكن كرة كاجاوا في الدفاع واستبسال والكرة ترتطم في قدم اللاعب الأردني وتطلع إلى خارج الملعب. إندو، هذه إندو، لم يظهر إندو، لم يظهر هوندا،
لم نرك جاوة بالمستوى المتوقع كلاعب هداف مع بروسيا دورتموند. أسماء اللي بيعتمد عليها الإيطالي زاكيروني هنا أمامنا هوندا وتدخل في هذه اللقطة. وخرج اللاعب حاتم عقل ولم يتأثر الدفاع الأردني. هذه أمامنا اللاعب اللي هينزل ناكامورا. شوف أمامنا بديل لاعب فيجيموتو رقم 14 اللي بيملك 6 لقاءات لاعب تشيبيتزو. ويطلع هوندا فوجيموتو مكان هوندا تبديل أخير هنا للمدرب. إذا فوجيموتو هو البديل اللي يدخل رقم 14 في التشكيلة للمنتخب الأردني. طبعا أجرى تبديلين منتخب اليابان كده أنهى تبديلاته بنزول فوجيموتو مكان هوندا. أدي أمامنا الهجمة أحمد عبد الحليم انطلاقة منتخب الأردن يبحث عن هدف يعني لاطمئنان هدف الثقة. لكن أحمد عبد الحليم يحاول استهلاك الوقت يلعب كرة عرضية يسددها لكن في إيد حارس المرمى. هذه أمامنا واحدة من 3 هجمات فقط لمنتخب الأردن. كان أخطرهم رأسية عدي الصيفي في الدقيقة 49. أوكازاكي المنتخب الياباني خطورة اللحظات الأخيرة خطورة الدقائق الأخيرة حاول يمرر تعدي الكرة من أول تعدي من الثاني وتعدي من لي وتطلع الكرة إلى ركلة ركنية لصالح المنتخب الياباني. لازم تركيز قوي في هذه اللحظة. المنتخب الياباني هو فقط تركيزه. أدي أوكازاكي شوف عدى إزاي لعب عرضية تعدي من الأول وتعدي من الثاني وتطلع إلى ركلة ركنية بعد ما لمست قدم محمد الدميري وتطلع إلى ركلة ركنية للمنتخب الياباني اللي بيضغط في الوقت المتبقي. الوقت بدل الضائع يمضي منه دقيقة ورأسية اللاعب فوجيموتو البديل اللي دخل لكن على طول هسيبي كرات عالية ومحاولة من جانب الفريق الياباني الصراع يخلص أوكازاكي. ترجع مرة تانية الكورة إلى اللاعب كاجاوا. خطر أول الكرات الأخيرة للمنتخب الياباني. كاجاوا يحاول كاجاوا يحصل على ركنية جديدة هنا. ضغط وركنيات للمنتخب الياباني تعددت في الشوط الثاني دون استغلال لهذه الكرات. اتلعبت على طول ركنية قصيرة هسيبي الكرة الخطيرة رأسية مش ممكن. نحذر من اللحظات الأخيرة نحذر من مايا يوشيدا اللي يخطف التعادل للمنتخب الياباني في هذه اللحظات. تأثر الدفاع للأردن بخروج حاتم عقل. وادي أمامنا كرة ملعوبة. حذرنا من اللحظات الأخيرة. لم تخسر اليابان طوال مباراتها الافتتاحية في 7 مشاركات بالمشاركة اللي أمامنا. وادي أمامنا كرة ملعوبة من هاسيبي إلى يوشيدا وعامل شفيع يمكن الكرة اللي أخطأ فيها منذ يعني 10 دقائق كرة عرضية. وادي أمامنا يوشيدا يطلع ويسجل هدف التعادل للمنتخب الياباني في مرمى المنتخب الأردني. حتى لا نكون قاسيين منتخب الأردن لعب مباراة كبيرة. إذا كان التعادل يعني البعض يراه بعد ما كان الفوز على الأعتاب شيء غير مرضي لكن خطورة كبيرة جدا في هذه اللحظات وضغط ياباني يعني بمنتهى القوة. هدف في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع لمنتخب اليابان من خلال ركنيات ومن خلال كرات عالية استغلت بقى أخيرا من جانب المدافع يوشيدا اللي سجل أول أهداف الدولية. ودي أمامنا فرصة ورأسية بين أوكازاكي. شوف المباراة والكرة الدوارة الكرة المجنونة. ممكن أول المنتخب الأردني كان يخسر يعني كل شيء في هذه المباراة بعد ما كان على أعتاب 3 نقاط على أعتاب فوز على المنتخب الياباني. لكن اللاعب يوشيدا يسجل في الدقيقة الثانية. تعادل لا ينقص أبدا من جهد المنتخب الأردني أمام الفريق الياباني اللي اليوم منتخب الأردن فرض عليه أسلوب اللعب اللي يعني وصل لليابان أنها تجد معاناة شديدة جدا في إحراز التعادل. لكن يوشيدا سجل في مرمى الفريق الأردني من كرة عالية ومن ضربة رأسية في مرمى عامر شفيع. حسن عبد الفتاح في الدقيقة 44 ويوشيدا في الدقيقة الثانية من أحداث الشوط طبعا الثاني الوقت المحتسب بدل الضائع من الشوط الثاني في هذه المباراة. يطلع شادي أبو هشهش عايز أقول لك بالغ منتخب الأردن. لا منتخب الأردن لعب بواقعية ويعرف خطوط الفريق الياباني. وادي أمامنا فرصة وادي أمامنا تادي نيري لي يسقط في أرض الملعب وزاكي روني لا يصدق أن هذه الفرصة تضيع. وأداء في نوع من يعني العشوائية حاليا بالمنتخب الأردن بقى ولابد يكون في تركيز. خرج عاتم عقل ففقد المنتخب الأردني عنصر هام جدا. حسن عبد الفتاح المباراة يعني في أي لحظة تنقلب. حسن عبد الفتاح ينتظر اللاعب عدي صيفي. حسن عبد الفتاح ويستمر في المرور ويفكر يسدد لكن بعيد الكرة إلى خارج الملعب في يعني كرة كان فيها نوع من الفردية من جانب حسن عبد الفتاح. لكن المنتخب الأردني بالفعل يستحق على الأقل هذه النقطة يستحق التعادل في هذه المباراة ليكتسب